الحلو همينا طبعا قرعة كانت ومنافسة نفس زميلتي نفسها، فكان الاختيار كلير. كلير من الشغلات المكوناتها جدا بسيطة بس عملها يعتبر صعب وأجواء رادلة خاصة. صراحة أقول مو أخفقت، بس بنقطة أخفقت سويتها شوية سائل أكثر، بس لما نعدت الحمد لله والشكر نجح. من نجح الوقت ما أسعفني إنه أحشيها للكريم باف أو الكلير. أنا يعني الوقت ما أسعفني الصراحة، ما حشيتها ناسفة 50 دقيقة لأنه فشلت وعدتها مرة ثانية. أوكي. بس أنا الحشوة أوردي يعني مسويتها وجاهزة، فهذا اللي كان عندي اللي وقعت بيه، ما حشيت الكلير يعني الوقت ما كان مناسب لي. أسوأ مشترك في المنطقة الخضراء هو راح يتحول إلى المنطقة الحمراء. زينب نزار آسفة تفضلي. الخمسة النومينة صاروا 6 نومينة، خمسة كانوا في منطقة الخطر، الآن 6 في منطقة الخطر. كان أسوأ واحد منهم زينب، تحولت من منطقة الأمان إلى منطقة الخطر. واحد منكم راح يغادر زينب وماجد، واحد راح يبقى في مشروع شيف. اللي راح يبقى ويكمل مسيرة مشروع شيف راح يستمر مع زملائه السبعة. زينب تفضل.